السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في مطبخ ام زياد والياس. اليوم جيت نشارك معكم واحد الوصفه جديده، كوكيز كيجي رائع بزاف وبنين لوليداتكم. نتمنى تجربوه من الاعجاب ديالكم. شوفوا كيف كيجي، كيجي مقرمش، شوفوا كيف كيجي من الداخل، كيجي بنين بزاف ورائع. وندوزو المقادير وطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله، عندي هنايا 3 نتاع المعالق نتاع الشوكولا فيرميسيل، عندي هنا جوج معالق ونص كبار نتاع الكاكاو الحلو ماشي المر، عندي واحد البيضه واحده، عندي هنايا 5 المعالق كبار نتاع سكر سنيده، هانتوما ولا ربع كاس مقربش يعمر، المهم اللي ما عندوش كاس العنبه يحسب 5 المعلقات كبار نتاع سكر سنيده. وديما كنقول لكم كل واحد على حساب الحلاوه ديالو. عندي هنايا كاس غير مملوء نتاع الزيت العادية، زيت المائدة، لكم بيضة، عندي خمارة، بيكين باودر، عندي هنايا واحد 125 غرام نتاع الزبدة، حيدت منها واحد المعلقة، اللي بغى يديرها كاملة يديرها كاملة، المهم إلا مكانتش متوفرة، بحال هكا أنا حيت هاد المعلقة ما عنديش، وعندي هنا 4 نتاع الكيسان نتاع الدقيق، المهم غادي نشوف داك الساعة على حساب نوعية الدقيق كي داير. بسم الله، غادي نضع الزبدة، هكا غادي نضع معها سكر سنيدة، غادي نضع معها واحد الكاس تاع الزيت، عفوا نسيت ما نذكر معكم الفاني، عندي هنا جوج أكياس نتاع الفاني. كيجي زوين بزاف، حسن ديال الزنقة نديرو لوليداتنا، نفطرو بيه الصباح ولا العشية لكوتي. غادي نخدم مزيان هاد الزبدة مع هاد السكر والزيت حتى تولينا بحال الكومادة. هنا غادي نزيدو بيضة، غادي نزيدو ونزيدو الشوكولا. انا غادي نخدم بالفوي، اللي ما بغيتوش تخدموا بالفوي خدموا بيديكم، خدموا بيديكم انا غير هكا في الاول، من بعد غادي نخدم بيدي. كنخلط كلشي مع بعض، من بعد نجيب الدقيق، نعيد هاد الفوي باش نخدم بيديا. نتوما كيما كتلاحظو نبقى ندير الدقيق شويه بشويه حتى نجمع العجينه ديالنا. كل واحد على حساب نوعية الدقيق، كان الدقيق اللي كيتشرب وكان الدقيق اللي ما كيتشربش. انا هنايا درت 4 نتاع الكؤوس نتاع العنب، غادي نزيد بحال هكا شويه بشويه تنجمع العجينه نتاعنا. من بعد نتوما كما كتلاحظوا معايا داك 4 د الكؤوس جاتني كافيه، نتوما العجين خصو القوام كيجي ما يجيش قاصح وما يجيش جاري، 4 د الكؤوس كانوا كافيين. جبت واحد الصينيه نتاع الفرن وندير عليها ورق الطبخ، او اللي كان عندكم او اللي ما عندش ورق الطبخ ندير هاد الزيت. ثم غادي نشكلهم بحال هكا كويرات ونحطهم لكم حدا اخرى عفوا كما كتلاحظوا معايا، تيجي بنين بزاف ورائع ويعجب وليداتكم ان شاء الله. وغادي نستمر كاع هاد الكميه اللي عندي باش ما نطولش عليكم لا فيديو، ونتلاقى من بعد. غادي نجيب واحد الفرشيطه وغادي ندير عليها بحال هكا كاع الكميات اللي عندي، كما كتلاحظوا معايا بحال هكا
نبداو دابا كاع الشنيبات تمنى داك تبان معكم الطريقه راها سهله غادي نديرهم بحال هكا وغادي نكمل كاع الوحدات اللي عندي نكمل كاع الوحدات اللي عندي كما قلت لكم نفس الطريقه من بعد غادي نجيب الشوكولا نتاع الكوكيز كما كتلاحظوا وغادي نبدا نضعهم بحال هكا من الفوق كميه شحال ما بغيتو هنا درت خمسه نتاع الحبات بحال هكا كما تلاحظوا معايا غادي نكمل في نفس الطريقه حتى نكمل الكميات اللي عندي كما كتلاحظوا معايا انا كملت كاع الوحدات اللي عندي اللي بغيت نذكر معكم هو فاش ديروا الشوكولا بركوا عليه مزيان بحال هكا في الكاطويه باش ما يطلعش وما يكون شاد مزيان ويطرنا الشوكولا ديالنا راني الفرن اللي دايره سخن وغادي ندخلو نديرهم الفوق يطيبوا ليا من التحت وتيطيبوا ليا من التحت وعاد نطيبهم من الفوق ونتلاقاو في الشكل النهائي كان هذا هو الشكل النهائي نتاع الكوكيز ديالنا كيجي رائع وبنين بزاف كنتمنى تجربوه وينال الاعجاب ديالكم ولاول مره غادي يزور قناه يدير ابوني ويضغط على الجرس باش يوصلوا كل جديد والى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله.